طيب وش الاختلافات الثانية؟ What do you know about the replacement of neurons in general؟ النيورونز لما يحصل لها ده مش ايوه فهو يحصل له replacement all the time رغم انه باقي النيورونز لا every few days بتتغير ايوه ويمر ابسيلاترالي ما يمشي doesn't cross it doesn't cross. طيب المعلومة اللي بتهمنا هنا الأولى اللي قالها اللي هي one neuron which is bipolar neuron وإتس موديفايد نيورو ابيثيليوم مش كده حق الفولفاكتوري وهو نفسه الريسبتور وهو نفسه كل شيء وذا اكشوال نيرف از ا نمبر اوف نيرفز كميه قلنا يمكن 25 بندلز كده وهم ذا سكند ذا اكسون اوف ذا فيرست اوردر اوف ذا اونلي نيورون لكن خلينا نشوف باقي السنسوري نيرف باقي السنسوري نيرفز وات ار ذا نيرفز يعني السباينال نيرف مش فيه جزء سنسوري المحتوى اللي في السباينال نيرف وات سورت اوف بروسيسز بروسيسز ويتش وانز اند ويتش نيورون النيرف نفسه ها سو ذا بولر نيورون يبقى هي ذا بريفيرال بروسيس ذا بريفيرال بروسيس اند ذا سنترال بروسيس اوف ذا اوف ذا سوديو نيبولر نيورون ميك ذا نيرف مش النيرف نفسه بيتكون من السوديو نيبولر نيورون ذا هول نيرف ده بالنسبه للسباينال نيرف والتراكت تبعه ذا سكند اوردر نيورون اللي موجوده في السباينال كورد مظبوط الى هنا طب خلينا نشوف كرينيال نيرف ثانيه غير الاولفاكتوري مثلا ذا تراجمينال اللي درسناه ذا نيرف اتسلف از اولسو ذا فيرست اوردر نيورون اللي هو the pseudo unipolar neuron والتراكت اللي هو trigeminal thalamic من النيوكليا حقة trigeminal nerve second order neuron التراكت يكونه the second order neuron نجي يلا نشوف this nerve وين هو ما شغل ليش التكنولوجيا تسجيل التسجيل شغال اتفضل اتفضل انت عشان كنت ما في ها ايش الفرق بين ايش اها لا ما في اولفاكتوري سنتر في اولفاكتوري كورتكس اولفاكتوري كورتكس الفاكتوري كورتكس قلنا موجوده في التمبورال لوب وهي تو ارياز وقلنا لهم دونت وري اباوت ذا ارياز والتفاصيل دي دي خليها دي اولفاكتوري كورتيكال اريا الاولفاكتوري بالب دي موجود فيها ذا سكند يعني ذا سكند نيورون مش سكند اوردر نيورون لانه اصلا الاولفاكتوري از وان نيورون ها نيورون واحد بس وباي بولر لكن بيبتدي لي ذا فيرست كورتيكال نيورون موجود في اكستنشن اوف ذا كورتكس نقول عليها ذا اولفاكتوري بالب حتى في منه نوعين عرفناهم امس اللي هم ذا مايترال اند ذا تافتيد ها ات از كورتكس يعني خلاص بيحصل لي هنا زي ما تقول بيرسبشن اوف الفاكشن هناك البيرسبشن اوف اذر سنسيشنز بيكون في الثالاموس وبعد ذاك الكورتكس مش كده هنا لا البلب بيحصل لنا البريليمينري بيرسبشن ات ذا بلب وبعدين كي للاولفاكتوري كورتكس ومن بعد نحن قلنا هو مختلف تماما هذا الاولفاكشن مختلف وظيفيا وستركشرالي بعد هو قديم قديم الاولفاكشن لانه موجود باقي الانيمالز في باقي الانيمالز طيب نواصل في الاوبتيك لانه الساعه 2 وربع دايرين نطل العصر يعني ونمشي ما عارف عشان كده بنصحيكم ببعض الاشياء نعم نشوف الاوبتيك نيرف نشوف ليش راجعنا الاولفاكتوري عشان نشوف ايش الفرق the optic nerve is also very different يعني الاولفاكتوري كان الاختلاف انه عنده one neuron الاوبتيك يختلف في انه عنده four neurons
ما هم ثلاثة. يعني ده اختلاف، لأنه بدل ما يكونوا فيرست أوردر سكند أوردر ثيرد أوردر، لا عندنا نيورون ده ريسبتر لحاله تو تايبس اسمهم رودز اند كونز، بعد دي بدل فيرست أوردر نيورون سكند أوردر نيورون وأنت ماشي. لكن there are other differences هنرسخها ونراجعها ونتأكد منها as we continue with the lecture. الاوبتيك نيرف نفسه هو عبارة عن the optic nerve the second order neuron not the first، وبالتالي هو رقم كم في تسلسل النيورونز؟ لا كيف تو؟ ما احنا قلنا عندنا أربعة، في واحد ذا ريسبتر، بعدين فيرست أوردر وسكند أوردر وثيرد أوردر، معناه هو الثالث. لاحظت الاختلاف دلوقت؟ It's completely different from the other nerves. لأن the other nerves يكون عندها the nerve is actually the first order neuron or the first neuron زي حق الأولفاكتوري. أما بالنسبة للأوبتيك it is the second order neuron which is actually neuron number 3 في التسلسل. فهو consists of the central processes of the ganglion cell the second order neuron. ما هو الفيرست اوردر نيورون زي باقي النيرفز. وهذا السكند اوردر نيورون موجود في الريتنا receiving axons from bipolar neurons. ففي bipolar neurons ديل هم الفيرست اوردر وهم نفسهم they receive axons of the rods and cones اللي هم ديل the receptors. فعندي receptors اسمهم rods and cones، بعدهم في bipolar neurons، بعدهم the second order neuron، بعدين النيرف يبدأ. باقي النيرف سواء كانت spinal أو cranial the second order neuron makes the tract. It doesn't make the nerve. The nerve is made by the first order neuron. The second order neuron makes a tract. Spinothalamic tract, trigeminothalamic tract. هذه second order neuron. هنا second order neuron يا دوب النيرف يبدأ. Second order neuron. وعشان كده حيطلع من هنا وعلى طول على الثلمس. There is no ما في second order neuron somewhere، يعني يطلع على الثلمس على طول most of the neuron. Now this the axons of these second order neurons اللي هم the ganglion cells بيتجمعوا في منطقة معينة في الريتنا، and this area in the retina is devoid of rods and cones، ما فيها receptor. يسموها the optic disc and this disc is also known as the blind spot because lights falling in that particular spot is not detected لأنه ما في detectors ما في rods and cones. فبكون عندي the optic disc which is also known as the blind spot. هذا ال blind spot is not in the center of the eye, not in the center of the retina. It is towards the nasal side. Here حوالي 3 to 4 millimeters of the nasal nasal to the center. Nasal to the center. يعني بعيدة من السنتر بثلاثة إلى أربعة مليمترات. Not in the center. This optic disc. وإيش اللي موجود في السنتر؟ بالعكس موجود تجمع بتاع رودز اند كونز. إيش اسمه؟ ها؟ The fovea centralis أو the macula densa. The macula densa. Now the optic nerve leaves the orbit في الأول عبر connective tissue ring بيسموها the tendinous ring اللي بيطلعوا منها all the extra ocular muscles. يعني extra ocular muscles تطلع من ring هو يمر عبر هذه الرينج then it exits the cranium through the optic canal. فبنشوف صورة الآن بتوضح هذا الأمر. هاي هذه الرودز اند كونز you studied them with the physiology of vision. أهم حاجة إنهم deep أو actually superficial to them، يعني deep في الريتنا ولكنهم superficial في الايبول، هم أقرب إلى السطح لكن deep in the retina. عندي retinal pigment epithelium هذه الخلايا. الضوء
الضوء ما بيجي من هنا لانه prevented by these pigment cells. Outer يعني outside to them there is the choroid. متذكرين الكوروييد؟ وبعدها كمان السكليرا. فاذا ما في مجال للضوء يجي من العين من هنا، لازم يجي in front. لكن لما نيجي بيجي من هنا. الضوء بيجي من هنا. خلينا نشوف الصورة الثانية. الضوء بيجي من هذا الصايد ويقطع كل الرتنة إلى أن يصل إلى الروزن كون. يعني الضوء لازم يعبر كل الرتنة عشان يصل للنيورال لير اللي فيها الروزن كون. عندنا هنا bipolar neurons the first order neurons، وعندنا the ganglion cell layer هذه برضها bipolar neurons، هم النيرف يطلع من هنا. طيب قلنا اذا النيرف is not a nerve بالوصف دي it's a tract، لانه قلنا اللي يطلع من second order neuron is a tract. في اشياء تدل على انه فعلا tract and not a nerve. Now what myelinates the axon؟ الاكسس كيف يسوي يحصل لها مايلينيشن؟ ها؟ ايوه في البريفرال بايش؟ بريفرال شوان سيلز. يعني النيرفز الاكسونز اللي فيها مايلينيتد بشوان سيلز. ذا اوبتيك نيرفز ار مايلينيتد ويز اوليغودندروسايتس. اللي هو معناه هو تبع السنترال اتس اتراكت اتس نوت ا نيرف. النيرف البريفرال نيرف كفر ويز وات اون ذا اوتسايد. ها؟ لما المايلين ديل اكسون، ذا هول نيرف، ذا تريجيمينال نيرف، ذا سباينال نيرف، بالابينيوم كونكتيف تيشو. بالنسبه للاوبتيك نيرف از كفرد ويز مينينجز. يعني عنده بايا، عنده اراكنويد، اراكنويد سبيس، سيربروسباينال فلويد، دورا، كل شيء. ما لكن بيكمز كونكتيف تيشو. يعني ابينيوريوم ما يعني لما نبقى ابينيوريوم ما مقسم لبايا وما ادري ايش وكذا. لكن هنا لا مقسم بايا الحاله الاراكنويد وسباراكنويد سبيس وسباراكنويد فلويد ذا هول باكج موجود اراوند اوبتيك نير، مما يدل على انه اتس برين تراكت راذر ذان ان. هنا دي the nerve the optic disc where there are no rods and cones بل موجود blood vessel موجود the axons of the ganglion cells. These are the ganglion cells. These are the bipolar layer with the rods and cones. غايبات هنا من the optic disc and this is the central artery of the retina and the central vein of the retina. وإيش هذه؟ هذا pigment cell layer اللي هي تمنع الضوء إنه يجي يشوشر على الصورة من هنا. هنا the optic nerve center this is a tendinous ring اللي تطلع منها الأعصاب، فهو يطلع عبر التندنس رينج، بعدين لما نطلع من الرينج يطلع عبر البون through an opening اسمها the optic canal. The optic canal هذه الأوبتيك كانال وهذا النيرف. في artery يدخل مع عكس اتجاه النيرف اسمه the ophthalmic artery، ومن هذا الاوفثالميك ارتري يطلع من وين؟ internal carotid artery، ومنه بيطلع علينا the central artery of the retina يدخل داخل الاوبتيك نيرف. This is the optic nerve. This is the ring اللي هي tendinous ring حقت المسلز. لو ملاحظين المسلز كلها بتطلع من هذه التندنس رينج، هو يمر عبرها بعدين يطلع عبر the optic canal. This is the ophthalmic artery. وبالتالي هو it's a brain tract few around a million myelinated axons and these myelinated axons are covered with oligodendrocytes and not Schwann cells. It is surrounded by extensions of the meninges the pia, arachnoid, subarachnoid وإلى آخر كلهم موجودين. Subarachnoid space together with the subarachnoid fluid وعندنا the dura mater forming an outer sheath for the nerve and the artery and vein running through the nerve. This is the artery and nerve. طيب خلينا نشوف مراجعين كويس. انا بشاور وانتوا قولوا لي. ملاحظين if you look very carefully we have individual axons inside مش كده؟ هذا axon وهذا axon هنا في axons.
الاكسس از سراوندد باي كونكتيف تيشو. وات دو وي كول ذات كونكتيف تيشو؟ سراوندنج ذا اكسون. ان ما برا للمايليشيس. اندونيوريوم. اندونيوريوم شايف في كل مجموعه بتاعت اكسون سراوندد باي كونكتيف تيشو، نقول عليه ايش ده؟ ما الاندونيوريوم سراوندز انديفيديوال اكسونز، مجموعه بتاعت اكسونز بيرينيوريوم. ذا هول نيرف مفروض يكون سراوندد باي ابينيوريوم، ولكن هنا ملاحظ هنا في بايا ممكن عن انر شيت، وعندنا ذا اوتر شيت از ميد دورا، كولاجين فايبرز اند ايفريثينج دورا ميتا رسمي، وعندنا هنا اراكنويد الشبكيه وتحتها سبع اراكنويد سبيس وهكذا. فاذا عندي تركيب النيرف الاوبتيك نيرف از تيبيكال برين تراكت. هذا السنترال ارتري اوف ذا ريتنا، وهذه الكورويد، الاثنين جيم برانشز من من الاوفتالميك ارتريز. هي السنترال ارتريز سنترال فين اوف ذا ريتنا، والمنطقه دي سميناها شنو اللي ما فيها؟ ايوه the optic disc or the blind spot. هذا البلايند سبوت، next to it is the macula or the fovea centralis، مش كده؟ المنطقه اللي فيها maximum rods and cones. هنا الارتري و giving its branches والتفاصيل بتاعت ال blood supply of the optic nerve. Now while still inside يعني ما بيطلع من الاوربت through the optic canals يدخل الكرينيوم. In the cranium they unite, the two nerves unite to make something called the optic chiasm or chiasma، قالوا علينا في السيمينار. لكن ايش قصة هذه الاوبتيك كيازم؟ في الاول let us imagine what is called the visual field. يعني انت when you look you don't see everything. في منطقة مظلمة كده بالأطراف، لكن في منطقة you can see and you see it with both eyes. The right half of the visual field بيجي كده. For the right half of the visual field falls on the nasal side of the right eye and the temporal side of the left eye. يعني بيحصل لي منه صورتين، جزء في الرايت اي وجزء في الليفت اي، لكن بيقع لي في جزئين مختلفين، مش كده؟ on the right eye في النيزل سايد، on the left eye في التمبرال سايد. والليفت هاف اوف ذا فيجوال فيلد فولز برضه في التو ايز، لكن في التمبرال سايد اوف ذا رايت اي اند ذا نيزل سايد اوف ذا ليفت اي. لما نطلعوا في النيرف optic nerve of the right side بيكون ايش فيه؟ فيه نفس الفيلد ولكن مقلوب، مش كده؟ لا، خلينا نمسك عين واحدة. العين واحدة دي فيها the right half of the field واقع وين؟ في النيزل. half of the field واقع في التمبورال، هيطلعوا في النيرف مرتبين بنفس الوضع دي. يعني في النيرف the fibers the axons on the outer side are carrying sensation from the left half of the field، واللي موجودين في النيزل half of the nerve جايبين لي الصورة من ال right half of the field. مظبوطة دي؟ يعني كل نيرف عنده تو هافز، ولكن التو هافز مقلوبين في النيرف. ما انا هسه بشرح في ده عشان اوريك الكيازم ايش اللي بيحصل فيها. لو مسكنا ذا رايت نيرف النيزل هاف حقه، نيزل هاف which is carrying information from the right half of the visual field crosses to the other side. crosses to the other side. When nasal half of the left nerve crosses to the other side. The crossing there is called the optic chiasm. Then only half of the nerve crosses to the other side
while the other half continues. يعني الأوبتيك كيازما فيها the nasal half of the nerve while the temporal half of the nerve continues. دي الأوبتيك كيازما. هتوضح أكتر لما نجيب الدياجرام. فالأوبتيك كيازما فيها crossing of the nasal half of the nerve. بعد الكيازما بتجمعوا مرة تانية لكن بيسميهم optic tract. Optic tract. فعندي two optic tracts, one right and one left. Now, دي ذكرناها انه in the chiasm nerve fibers from the nasal hemiretinae of the two eyes decussate. من the nasal side. Now, this decussation is important for binocular vision. يعني looking using your both eyes مهم جدا حكاية the decussation day for that purpose. Now فيما يتعلق بالماكيولا اللي هي في الوسط نص الفايبرز والكروس والنص الثاني والكونتينيو هي نفسها تتقسم جسمين half of it decussate in the optic chiasm. في important anatomical relationships of the optic chiasm. قريب للoptic chiasm is the pituitary gland and the infundibular pituitary gland. Lateral to it are actually the internal carotid arteries. طيب ليش ذكرنا these two structures؟ لأنه these structures can have pathology and then they can affect the optic chiasm. يعني لو عندي adenoma or carcinoma of the pituitary gland, it can compress on the optic chiasm. إذا عندي atherosclerosis or bleeding of the internal carotid arteries, this can also damage the optic chiasm. If the optic chiasm is damaged in the center, what happens? Huh? لما blindness كامل يعني؟ أيوة. بنقول عليه bitemporal hemianopia. Bitemporal hemianopia. ليش bitemporal؟ لأن temporal freeze من هنا من هنا جو في النيزل سايد من هنا ومن هنا and they crossed وديل اللي حصل لهم دامج I lose vision laterally peripherally I cannot see. يقولوا عليه أيضا tunnel vision you only see in the center. Now these optic tracts pass around the midbrain around the peduncle the cerebral peduncles of the midbrain. Now, most of these fibers synapse in the thalamus. The thalamus في حاجة اسمها the lateral geniculate body. يعني most of the fibers go to the thalamus. هنا في معلومة مهمة جدا about the lateral geniculate body. It receives, let us say it receives about 10 million fibers. Only 1 million fibers come from the optic nerve. 9 million fibers come from the cortex. Disaster. Cave disaster. We see what we want. You what we expect to see. يعني the cortex affects what you see. لكن تخيل انت the cortex is not involved. انت بتكون what am I looking at? You need information stored in your cortex. To be able to see what you see. مش كده؟ لكن ده بيكون عرضة لأنك سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. ممكن تشوف أنت من خيالك مش كده؟ ممكن لأنه 9 million of the 10 million fibers actually come. طيب if زي ما بعض الناس اللي موجودين looking without attention they are only using the 1 million. يعني if you are attentive انت مركز مركز دي معناها شنو معناها you are calling information from your cortex to use it to see what you see مش كده if you are not calling يبقى you are just looking تراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون they are looking at you but they don't see why don't they see لأنه أصلا إما المعلومات ما هي جاية أو معلومات مغلوطة كده يعني فإذا دي معلومة مهمة جدا إنه these fibers although
they constitute most of the fibers of the optic nerve. They only constitute 10% of the fibers reaching the lateral genitalia. لا يختلف يا لا يختلف this only لا يكون يغشك مسبقا. Now some of the fibers go to the midbrain. في midbrain في مكانين مهمات جدا في midbrain. في حاجة اسمها the superior colliculus والتانية اسمها the pretectal nucleus, and I believe this was mentioned in the physiology of vision lecture. And these are very important for reflexes. They are very important for reflexes. Superior colliculus and the pretectal nucleus of the midbrain. Now, in the lateral genicular body, the axons in the lateral, which the axons? The neurons in the lateral genicular body are actually the third order neurons. مش كده؟ عندنا نحنا the rods and cones, the first order neurons اللي هما the bipolar, and then the ganglion cells which are the second order neurons. They make the nerve or tract, and then the decussation تصل للاتر جيركيلت for the third order neuron. من the third order neuron they go where? To the cortex. بس هما ماشيين للكورتيك بيمروا عن طريق structure very important, you need to know it by now, اسمه the internal capsule. Internal capsule فيها الفايبرز going to and from the cortex. كل الفايبرز going to or from the cortex, they go into a bundle, a flat bundle of fibers, نقول عليها the internal capsule. White axons. Axons. Up and down. Posterior end حقها هو حق الفيجن. يقولوا عليه the optic radiation. قبله على طول auditory radiation حق السمع. الباقي يقول على posterior limb وanterior limb. إذن عندها anterior limb, عندها جنو اللي هي المنطقة بتاعت التقاء anterior limb والposterior limb. بعدين auditory radiation, then optic radiation. The optic radiation goes to the occipital cortex around the calcrine sulcus. هناك is the primary visual area in the calcrine sulcus. هنا عشان نراجع الوضع عندنا this is the right eye, this is the right optic nerve, sorry right من هنا و left من هنا. هنا ال decussation اللي هو the optic chiasm, this is the pituitary gland والinfundibulum حقها, these are the internal carotid arteries. وزي ما قلنا هما they supply the optic nerve, ولكن if they are atherosclerotic أو حصل فيهم damage they can damage the optic chiasm. لكن if they damage the optic chiasm هنا they will damage the temporal fibers which carry nasal hemiretinal information. If the damage is pituitary, it will damage the nasal fibers of the both optic nerves, اللي هما the temporal field. هنا, this is the internal capsule. بالمناسبة, the internal capsule lies between the thalamus and the lentiform nucleus, جزء من ال basal nuclei. هنا عندنا another nucleus اسمه the caudate. This is the anterior limb of the internal capsule. Here is genu. Here is posterior limb. Then auditory radiation and optic radiation. This is where the optic fibers from the lateral geniculate body. Now this cortex موجود في the upper and lower lips of the calcarine sulcus in the occipital lobe. اسمها the primary visual cortex. Now the right half of the visual field of vision, right half, is represented in the left hemisphere. كل ال right half بيروح لل left hemisphere. وكل ال left half of the field of vision goes to the right hemisphere. If I am looking at that wall, and I'm looking at it right perpendicularly, the right half of the wall will go to my left eye, while the left half of the wall will go to my right eye. بعدين through the optic chiasma يتبادلوا المعلومات وتكتمل الصورة. إذا كان الأوبتيك كيازما damaged, this exchange of information doesn't take place. فإذا في مريض عنده epilepsy بيعملوا له عملية يقصوا الأوبتيك sorry مثل الأوبتيك كيازما corpus callosum, exchange through the corpus callosum عشان تكتمل الصورة. لو قطعوا corpus callosum the right half will be stored in the left, while left will be stored in the right. If I close one eye,
and look I will not identify يعني ما هيحصل تبادل معلومة I will see يعني لو I, if I close my left eye I will see only the left eye I will see only the right half how can remember things see يعني if you see something with for the first time يعني اول مره يشوف فلاش ديسك لو شافه بعين واحده لو شافه بالعين الثانيه ما هيعرفه هيقول وش هذا يقول له هذا فلاش فيسجل المعلومه مرتين فدي مهمه جدا حكايه الاكسشينج اوف انفورميشن ثرو ذا كوربس كالوزم لا 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 دي جافو دي جافو دي موضوع ثاني مره بالنسبه للريتنسيب الكلام دي البلاس سبلاي اوف ذس اوبتيك فيجوال كورتكس از فروم برانشز اوف ذا بوستيريور سيريبرال ارتريز بينما الاوبتيك راديشن سبلايد باي برانشز اوف ذا انتيريور كورويدال ارتري والمعلومه دي مهمه جدا انه ذس از اوبتيك راديشن ذس از هير اوديتوري راديشن ده باقي الانترنال كابسول البلاس سبلاي بتاع من الانترنال كورويدال ارتري اذا في مشكله هنا بيحصل لنا بلايندنس ناتج من البلاس سبلاي اوف ذا اوبتيك راديشن ده التوصيف اللي وصفناه قبل شويه انه ذا رايت هاف اوف ذا فيجوال فيلد ويل فول ان ذا نيزل ريتينا اوف ذا رايت اي اند اولسو ان ذا تمبورال ريتينا of the left eye لكن الاثنين بيتجمعوا عشان يمشوا to the left hemisphere while the right half of the visual field will go to the temporal of the right and nasal of the left والاثنين بيتجمعوا عشان يمشوا the right hemisphere اذا حصل ده هنا مكان الديكوسيشن بس توضيح له وهنا اماكن الدمج وكله مكان بيدينا نوع من loss of vision based on هنا بيحصل لي شنو الكيس اللي كانت المريض كان عنده شنو ما حق الستروك كان عنده هونيموس هيميوتوبيا ولا باي تمبورال ولا باي نيزل ها هونيموس طيب هرمون الاسمنوبيا تتوقعوا الدمج وين؟ هنا ولا هنا ولا هنا؟ ويعني شنو هرمونيمس هيمانوبيا؟ طيب مش نقول ايش هرمون الاسمنوبيا؟ اذا كان عندي دمج في الاوبتيك نيرف What am I going to lose? Go right, right. رايت اي ويل كومبليت نو سي طيب وفي الفيجوال فيلد ده اللي حايل ها اي كان نوت سي ما قدرنا نعرف شويه شويه ذا اوبتيك نيرف از كارينج فروم ذا رايت اي لكن الرايت اي ويش فيها الليفت سايد ده في الرايت اي ولا في الرايت كورتكس الرايت كورتكس لانه انا with each eye I see both halves فاذا فقدتها هفقد اللي هي شوف الصورة دي لانه دي معقدة شوية شوف دي الرايت اي فيها both halves represented مش كده؟ The left half represented هنا و the right half represented هنا. فإذا اتقطع ده أنا بكون عندي blindness of one eye لكن I can see the whole field with my left eye. مش كده؟ يعني ما فقدتك the whole field on the right eye. طيب إذا الدمج هنا باي تمبورال او باي لاترال هيميانوبيا لانه الاثنين ديل لوست
طيب وإذا هنا ركز تماما، left half of the field، مش كده؟ هم دي الهيمي أنوبيا، هيمي أنوبيا دي الهيمي أنوبيا. sorry this is the last slide اللي هي when you look inside the eyeball using an ophthalmoscope اللي هي بسموها الophthalmoscopy. This is what you see, the retina, and we have five important points. Five important points. النقطة الأولى the blood vessels. طبعا the central artery of the retina بيجي طالع بيجي داخل من وسط النير ويتوزع على الرتينا. And you have a look at them وتشوفهم عادي جدا وكده. وبتشوف هل فيهم مشاكل. Hypertensive people show problems في ال atherosclerotic vessels وكده، ممكن يكون في bleedings around in these vessels وكده. الحاجة الثانية you look at the optic، في حاجة اسمها the optic couple اللي في الوسط، وعندي ال optic disc كامل. بعدين حول ال optic nerve هنا المنطقة دي هي the subarachnoid cavity أو subarachnoid space with the subarachnoid fluid. إذا كان عندي increased intracranial pressure and fluid they will push this area around the nerve والنير بيكون bulging. بيقولوا عليها papillidema. Papillidema. This papillidema indicates increased intracranial pressure. يعني when they do it for Moscow يقول لك this person has got increased intracranial pressure. Thank you very much.